طبعا عادة الواحد ينش الصبح يجي المكتب يراجع ملفاته، يراجع إيميلاته، يشوف التقارير الخارجية وأيضا التقارير اللي من داخل الدولة، يجتمع مع فرق العمل. أنا وزيرة دولة بدون حقيبة رسمية، فعندي طبعا الشرف أني أشتغل مع عدة وزارات مختلفة، خاصة وزارة الخارجية، وأنا ماسكة شؤون الخارجية لمكتب صاحب السمو، وعلاقتي الوثيقة مع وزارة الخارجية يتطلب مني أن دائما أكون ملمة بالأخبار الدولية، أيضا التقارير الدولية، بالوفود الزائرة. أيضاً أنا ماسكة المجال التنافسي داخل الدولة عن طريق مجلس الإمارات للتنافسية، اللي هو أن نحن دائماً نكون في الريادة. فوز دولة الإمارات باستضافة أكسبو 2020 عبارة عن شهادة دولية لمكانة دولة الإمارات في المجتمع الدولي، لكن فوق هذا بإمكاننا أن نبرز شيء مهم لإرث تاريخي خالد في الأذهان إن شاء الله. أنا قبل ما كنت أحب أتريق، لكن طبعاً الريوق وايد مهم، شاي زنجبيل وبيض وطماط وقرص وجبن، أحب الشاي، أحب أقرأ، أحب اليوغا، أحب أسوق، لكن بغض النظر عن السيارة، يعني سيارتي قديمة، مش قديمة بس من 2008، ما أريد أغيرها، يعني أحسها توديني من مكان لمكان. أنا أحب المنافسة وأحب التنافسية، ويمكن أحب أنافس عمري أكثر شيء، لكن السفر يمكن أصعب شيء بالنسبة لي، تعب، تغيير الوقت، الفندق. أنا أيضا إنسانة وايد هادية، ما يعني مش من النوع اللي أحب الحياة الاجتماعية أو التسوق، يعني إذا عندي فرصة بتم في البيت وبريح في البيت، إذا عندي إجازة بريح في دبي. لكن أثناء هذا السفر أيضا تعلمت الكثير، شفت دول كثيرة، شفت أسس مختلفة، شفت حكومات مختلفة. وإذا الشخص ما سافر وشاف اللي حوالينا يمكن ما يدرك أهمية النعمة هذه، وأيضا كيف أن النعمة هذه نادرة، وحظنا نحن أن نكون في مجتمع ونكون في دولة مثل دولة الإمارات. يعني يوم تخرجت من الجامعة اشتغلت في سفارتنا في واشنطن، اشتغلت سنتين وبعدين دخلت الحمد لله جامعة هارفارد وخدت الماجستير. لكن وايد ضروري ان الشخص يكون عارف مجاله، فاهم مجاله، حافظ مجاله، دارس مجاله، يعني لازم الواحد يكون صدق عارف مهامه وشغله ويدرس، يعني الدراسة مش بس في المدرسة أو الجامعة، حتى أثناء العمل الوزاري مسؤولية ومسؤولية ومسؤولية. كل إنسان عنده التحدي، أعتقد اللغة الصينية يمكن يعني اللغة اللي أبغى أركز عليها. أحياناً الشخص يقدر يتكلم عن مفهوم معين بسطر أو سطرين، اللي يركض وراء منصب أو اللي يركض وراء كرسي ما بيفلح، يعني نحن اليوم موجودين باكر مو موجودين، أهم شيء العائلة، أخواني، عيالي، هم حياتي. لون المفضل الأخضر، أخ باستا، أحب الباستا. المهم إن الواحد يضحك يومياً. بس سوري لا تقولون لحد، بس كنت أتابع حريم السلطان، والله كنت أتابعه حريم السلطان. حلو. هي